سعدية، أنت كنت صغيرة، مين اللي قال لك إنه سابتك وبتكرهيك؟ كده سعدية، أنت بتعاتبي أمك عشان ما فتشت عنك كل هالسنين وقطعتك؟ إيه أو لا؟ عشان رمتني، عشان رمتك، رمتني عشان كده كرهها، مش عايز أبقى، مش عايز أشوفها. طيب سعدية، يمكن كان غصب عنها؟ لا ما غصب عنها. طب اسمعيني، ما تستاهلش فرصة بعد كل السنين دي؟ مش حاجة تستاهل. أنا ما بدي، ما عم بقول لك روحي معاها، أنت مبسوطة هنا خليكي هنا، بس تقابليها تشوفيها. ما هي لو كانت فاكرة، ما كانتش سابتني. مش وحشاك تقولي ماما لحد؟ لا ماشي وحشان. أنت بتقولي كده عشان زعلانة صح؟ بس العمر بيمر بسرعة يا سعدية، وهي عيانة وعمرها 66 سنة، مش عايزة تديلها فرصة بس تشوفك وتحضنك؟ طب ما عندكيش فضول عشان تشوفيها مرة؟ شكلها عامل ايه؟ لو ماتت وما شفتيها مش رح تزعلي؟ يا مانيش هزعل برضه، عشان عملت فيها كتير. شو عملت؟ بقى تضربني، كانت تضربك؟ سعدية، أنا الوالدة شريفة اجت من لبنان حتى تشوفك وتشمك وتحضنك، وجينا من مصر من القاهرة 4 ساعات، وسألنا كل القرية في دمياط، وهي كانت في لبنان غلبانة، عايشة غلبانة، جاية من أسرة متعففة فقيرة ما عندهاش فلوس، وأهلها هم اللي منعوها عشان تيجي وتفتش عليك، ولما مات اللي كان السبب اتصلت علي وقالت لي أنا عايزة أشوف بنتي سعدية في مصر، أرجوك ساعد. هي بقت تقول جدي اللي السبب ما خلاش أمي تاخدني. بدي أسمع الخبرية، شو قال جدك؟ يلا خلينا خليها تروح مع أبوه. وأمك كانت بتقول إيه؟ بتشد من إيدي. بتشد من إيدك؟ إيدك من إيدي. وبتقول لك إيه؟ يلا ما ضلك معي. يعني أنت وأمك مظلومين يا سعدية. سعدية هي بتحبك فعلا، وأنا مش هغصبك، لو عايزة تشوفيها تشوفيها، لو مش عايزة هقول لها ما لقيناهاش ونروح ونروح لبنان. تشوفها؟ لا تشوف. يرضيكي إنه ماما مامتك ترجع لبنان وهي مكسورة ما تشوفكيش؟ أشوفها، بس ما تقوليش تعالي معاي. لا مش هتقولك تعالي معايا، بس ممكن تشوفيها ولا لا؟ أوكي؟ طلعي فيي قولي لي أوكي. اوكي ولا لا؟ ماشي. انزل اجيبها؟ هي هنا؟ هي جت معايا في السيارة في العربية ومش عارفة. هي ما بتعرفش ان انت هنا. لا ما اعرفش، مين؟ هي ما تعرفش. هي تحت بدموعها مستنية خبر مني. وكانت بتدعي كل الوقت بتقول يا رب أشوف بنتي. أقول لها تيجي؟ أنزل أجيبها؟ سعدية، أنزل أجيبها؟ أوكي؟ لا قولي لي أوكي عشان أنزل أجيبها. برضاكي أنت بموافقتك؟ موافقة؟ أنزل أجيبها.